مرحبا، أنا اليوم في جامعة المعقل الأهلية في البصرة. خلنا نشوف الجامعة هذه، خلكم معي. هذه جامعة المعقل الأهلية اللي تأسست سنة 2020، يعني صار لها سنتين ما شاء الله. الجامعة مبنية على الطراز الروماني، فيها 10 أقسام وراح نشوفها من الداخل الآن. هذا هو الريسبشن اللي تشوفونه، أيضا رئاسة جامعة المعقل. على فكرة جايبين كوادر تدريسية أجنبية وعراقية بروفيشنال. هذا هو أكبر فك أسنان في العراق يشتغلون عليه حاليا، هو مستنسخ من فك أسنان طبيعي، هذا يحاولون يدخل موسوعة جينيس إن شاء الله. أنا داخل مختبر فانتوم، شوفوا المرحلة الثانية، مختبر فخم ما شاء الله. أنا داخل على الغرفة هذه، يعطيكم العافية شباب. هذه وحدة السيطرة والمراقبة بالكاميرات لكل الجامعة وكل الأقسام كلها. هذه غرفة المنصة الإلكترونية بندخل عليها نشوف، فيها عوازل بعد للصوت، تشوفون كيف شاشات تتم المراقبة ويتم أخذ الدروس بين الجامعة والطلاب من خلال هذه الشاشات. هذه أحد كلاسات الطلاب مثل ما نشوف، ما شاء الله شيء جميل جدا. الآن أنا متوجه إلى نادي الطلابي عشان نشوفه من الداخل كيف شكله. هذا هو النادي الطلابي مثل ما نشوف، حجمه جدا كبير، يحتوي على كثير من المطاعم ومطاعم قوية بعد، مو أي مطاعم. عاد أنا اليوم جيت إنه ما في دوام أساسا، يعني على فكرة في محلات سوبر ماركت كل شيء موجود عندهم. هذه مكتبة جامعة المعقل مثل ما نشوف، ما شاء الله شيء أنيق ومرتب وجميل. هذه أحد المختبرات اللي موجودة داخل الجامعة، ما شاء الله ترتيب على آخر. تشوفون هذا صرح كله للجامعة، هذا تصميم وديزاين نفس تصميم وديزاين البرلمان الألماني، وأيضا المستثمرين لهذه الجامعة شروا جبل من الخارج وقطعوه وجابوا هذا الحجر تشوفونه وبنوا منه هذه الجامعة. تخيل شو الفخامة هذه. هذه الملاعب اللي تشوفونها للطلاب يمارسون فيها نشاطاتهم الرياضية. أيضا أنا سعيد بوجودي داخل هذا السطح العلمي المهم في البصرة، جامعة المعقل ما شاء الله عليها كل شيء فيها جميل وفخم. أتمنى لكم التوفيق ونجاح دائم إن شاء الله.